ميكرو فريد مع انفاس كما العاده خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش يقدروا يعيشوا بلا كريدي. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه ديالو خليكم معنا بكل تواضع. الاخت واش تقدري تعيشي بلا كريدي؟ لا ما قدرتش نعيش بالكريدي. ما تقدريش؟ ما نقدرش. وعلاش؟ هو الميزانيه على حد القد وما قدرتش نغامر بالكريدي، اللي عندي راه نقضي به. انت ما كتكريديش؟ لا جام. انت كتكريدي عباد الله؟ لا انا كنت كنسلف وما كانوش كيرجعوا لي الفلوس، ولكن ما بقيتيش تسلفي؟ لا بقيت بكل تواضع. بكل تواضع. لا خويا. وعلاش؟ وخويا على حسب الوقت، بالنسبه لي انا كشخص انا كاري مده 12 عام وانا كاري بيت في السطح وعندي ثلاثه الوليدات كندير لهم كل شيء بالكريدي. تصور الشهريه كنشدها كتجي لي الكريدي بين ترونسبور والكرا، ما كتبقى لي حتى حاجه. ولا مول الحانوت باقي تسال؟ مول الحانوت ولا كيتسالني مع هاد الصفيه ديال كورونا. ماشي ديال كورونا، مول الحانوت كتعطي شويه واحد اخر كليان كتعطي شويه. واش حدير؟ ما عمرتي في ايامات كورونا درتي لكم مهمه باش ما تبانش مولي الكريدي؟ اه درتها والله جا درتها وصلت عليهم، ما كذبتش عليك درتها وصلت عليهم. اه نقدر نعيش بلا كريدي، ما يكونش عليا كريدي، بالعكس انا نبغي نعيش بلا كريدي. انت هي تكوني مسلفه عباد الله، انت هي كتساليهم ولكن انت ما كيتسالكش. انا شي واحد ما يتسالنيش ماشي مشكل، ولكن ماشي واحد ما كيتسالنيش ولكن كنتسالو ماشي مشكل. إيه مشكل هو اللي شي واحد كيتسالني. اذا دابا انت تقدري تعيشي بلا كريدي؟ اه بكل تواضع. انا ما نقدرش نعيش بلا كريدي، انا اصلا ما كنديش الكريدي. ما كتكريديش؟ كنكريديش انا. انت كتكريدي عباد الله؟ بغيت نشريها كنشريها كنكريديش. صافي اللي عندك كتقضي به. اه انت مسلف عباد الله ولا ما مسلفهمش؟ لا ما كنسلفش عباد الله وما كنديش الكريدي. ما كتاخذش كريدي وما كتسلفش عباد الله؟ آه. بكل تواضع. بكل تواضع انا صدقه وما نكريديهاش.